طول ما انت على صلة بيه لا يمكن تيأس ولا يمكن يغلبك اكتئاب ولا يجي لك امراض نفسية. كل ده ما لا الامراض النفسية لا تصيب مؤمن اطلاقا لانه متصل بالنبع الكبير ما فيش. فانما طبعا اذا الواحد ابتدى ينفصل عن ربنا سبحانه وتعالى بالكفر او الشرك او الى اخره او بانه ما بقت المسألة دي غير مطروحة في ذهنه ما يفضلوش الا ايه قوته خلاص بقى. بس قوتك مش مضمونة، الدراع ممكن تتشل والرجل تتكسر والعين تتعمي، ساعتها في سعادة تحس ان انت فقدت رصيدك ولان ما عندكش رصيد تاني اللي هو الله سبحانه وتعالى بينتهي الامر الانتحار على طول. يعني ديا في الواقع انا بعتقد ان الروشتة الحقيقية لجميع الامراض النفسية وجميع سلبيات النفس والجسم حتى كمان هي الصلة بالله سبحانه وتعالى، على ان تكون صلة وجودية مش صلة كده يسبح تسبيح فاضي او يصلي يعني اي حركات كده، لا صلة وجودية وجودية يعني تبقى يعني شوف بقى يعني تبقى السجود بكاء انفعال زي ما الواحد بينفعل مع محبوب يبقى صادق ينفعل مع محبوب يعني فيعني شوف لما الصوفي يقول لك نحن في لذة لو عارفها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف، بيتكلم عن شيء ما حدش عارفه خالص لانه هو اصلا تلاقيه راجل فقير بجلابية وخلاص يعني بياكل لقمة وجبنة بس، انما اللي جوه شيء تاني بقى. فدي عشان كده اعتقد ان الصلة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى اذا كانت صلة وجودية مش صلة بالحنجرة او اللسان او لا فهي ما تبقى اقوى من النفري يقول لك اقوى من الجنة والنار، اقوى من السماء والارض، اقوى من كل شيء. لا تزلزلك الزلازل ولا تحركك النوازل،